ادخلوا حياكم الله. يا هلا، اليوم معنا حلويات كنافة عرفات. عرفات غني عن التعريف طبعا، شهرين. حياكم الله، اهلا وسهلا شيفنا المبدع. حياك الله، اهلا 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 بالمبدعين. ابدا طبختك حبيبنا. تعال الشيخ، نبيك تعرفنا بنفسك، تعرفنا بالمحل، تفضل معنا داخل. يا هلا يا هلا بالمبدع. طبعا جهزوا طبخاتكم شباب، ودوه هنا. ابشر، تمام، حياك الله. تحياتي، شلونك؟ شو اخباركم؟ سعيدين بشوفتك. حلويات عرفات، جهزوا طبختكم شباب. تكلم لنا تكفى عن المحل وعن الكنافه. احنا عندنا طبعا اللي بنعمل الكنافه النابلسيه، اللي هي حلويات شرقيه بشكل عام، اللي هي البقلاوات والكنافه النابلسيه بالجبنه والقشطه. في عندك ظاهر على الشاشه ارقام التواصل المحل الكنافه، وبيعلمون الشباب الان كيف يسوون كنافه. شوفوا اللي ظاهر على الشاشه حسابهم في سناب شات وارقام التواصل. احنا عندنا تاسيس طبعا محلنا من 1920. ممتاز، تاسس يعني اكثر من 100 سنه. 100 سنه اكثر من 100. ما شاء الله تبارك الله. 1920 ما شاء الله. نعم، اول تاسيسنا كان في نابلس، في التسعينات تحولنا للاردن. ما شاء الله تبارك الله. في 2018 للرياض. الكنافة أساسها أردني؟ أساسها هي الشام، بلاد الشام. نعم، بلاد الشام بشكل نعم. عام. نعم، ممتاز. طيب ليش الكنافة يعني الآن أشوفها في المناسبات الزواجات في الأردن خاصة تؤكل وهي واقفة؟ ليش وانت واقف يعني تأكلها وانت واقف؟ هي بشكل عام الأكل كله وخصوصا المنسف كمان. إيه ليش؟ نعم. ليش ليش؟ للتهضيم أسرع. آه، عشان يتعبي أكثر. تعبي أكثر قصدي. نعم، هي بتكون بعد المنسف مباشرة طبعا. بيض الله وجهك. طبعا ناخذ لقطة هنا عند الشيف هو يجهز. شباب خلوكم جنبه عشان تشوفون وشلون تسوى الكنافة وتتعلمون. ترى الطريقة هذه من ذهب يعني، فأقدمها لكم أنا بالمجان. تفاعلوا خلوكم هنا.